مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة. نتوقع أن تكون الأجواء حارة نسبيا في المناطق الوسطى والشرقية من المملكة. أيضا هناك فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر في المنطقة الشرقية وبعض المناطق الوسطى. مشاهدينا، فاصل ونواصل. مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نستعرض وإياكم ونستعرض سويا الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع. نبدأ من يوم الأحد. يوم الأحد الأجواء في المنطقة الشمالية لطيفة أثناء النهار، تميل إلى البرودة ليلا. المنطقة الشمالية الغربية العظمى 25 والصغرى 10، الشمالية الشرقية 24-13. أما المنطقة الغربية 30 العظمى، معتدلة في النهار لطيفة بالليل، العظمى بحدود بمعدل 30 والصغرى بمعدل 19 درجة مئوية. منطقة الوسطى والرياض أجواء حارة نسبيا في النهار لطيفة بالليل، أيضا غائمة جزئيا، احتمال سقوط زخات متفرقة من المطر أحيانا. أيضا المنطقة الشرقية معتدلة في النهار لطيفة بالليل، غائمة جزئيا، فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر في منطقة الدمام وحفر الباطن، العظمى المتوقعة 30-20. أما المنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع فرصة لبعض الأمطار المتفرقة خاصة بعد الظهر، والعظمى 21 والصغرى 14 درجة مئوية. يوم الاثنين أيضا المنطقة الشمالية تستمر الأجواء لطيفة في النهار، تميل قليلا إلى البرودة ليلا. المنطقة الشمالية الغربية 26-13، الشمالية الشرقية 24-11، المنطقة الشرقية 27-18 مع أجواء غائمة جزئيا وفرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر. الرياض والمنطقة الوسطى أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل 29-17، والمنطقة الغربية أجواء معتدلة إلى حارة نسبيا نهارا، أيضا لطيفة ليلا 31-20. أما المنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا وفرصة لبعض الأمطار المتفرقة، العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية. يوم الثلاثاء ارتفاع على درجات الحرارة في المنطقة الشمالية، أجواء لطيفة في النهار تميل إلى البرودة بعد منتصف الليل، العظمى في المناطق الشمالية الغربية 27 والصغرى 13، العظمى في المنطقة الشمالية الشرقية 25 والصغرى 10. الرياض أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل 26-16. أيضا منطقة الدمام والمنطقة الشرقية معتدلة نهارا لطيفة ليلا، العظمى 28 والصغرى 16. المنطقة الغربية معتدلة في النهار لطيفة بالليل، معتدلة إلى حارة نسبيا نهارا، لطيفة ليلا 32-21. والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع فرصة لبعض الأمطار المتفرقة أحيانا، العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية. يوم الأربعاء أيضا أجواء مشمسة في المناطق الشمالية وأيضا بعض الشرقية وبعض المناطق الوسطى والجنوبية، تظهر بعض السحب المختلفة. المناطق الشمالية الغربية معتدلة نهارا لطيفة ليلا 28-13، أيضا لطيفة أثناء النهار تميل للبرودة ليلا في المنطقة الشمالية الشرقية 26 العظمى والصغرى 11. المنطقة الغربية أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا 31-22، وأيضا المنطقة الوسطى لطيفة نهارا وليلا لكنها تميل إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر 25-16. أيضا الدمام معتدلة نهارا لطيفة ليلا 28-15، والمنطقة الشرقية غائمة جزئيا مع فرصة لبعض الأمطار المتفرقة فترة ما بعد الظهر وأحيانا، العظمى المتوقع 21 والصغرى 14 درجة مئوية. يوم الخميس ارتفاع على درجات الحرارة خاصة في المناطق الشمالية. المناطق الشمالية الغربية معتدلة نهارا لطيفة ليلا 30-18، والشمالية الشرقية 29-13. المنطقة الغربية
معتدلة إلى حارة نسبيا نهارا، لطيفة إلى معتدلة ليلا 32 إلى 14، منطقة الرياض والوسطى لطيفة أثناء النهار، معتدلة أثناء النهار، لطيفة أثناء الليل 28-18، وأيضا المنطقة الشرقية معتدلة نهارا لطيفة ليلا 29-17، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع بعض الأمطار المتفرقة أحيانا، والعظمى 22 والصورة 15 درجة مئوية. يوم الجمعة أيضا المناطق الشمالية بشكل عام أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل، ارتفاع على درجات الحرارة، العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 31 والصغرى 20، والمنطقة الشمالية الشرقية 31-18. أما المنطقة الغربية أجواء حارة نسبيا نهارا معتدلة ليلا 34-25، ومنطقة الرياض والوسطى أجواء معتدلة إلى حارة نسبيا نهارا 30-19، بالليل بتكون لطيفة. وأيضا منطقة الشرقية والدمام معتدلة نهارا لطيفة ليلا 29-19، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع فرصة لبعض الأمطار أحيانا 22-16 درجة مئوية. مشاهدينا في المملكة العربية السعودية نشكر لكم متابعتكم ونترككم في أمان الله، ولكم أجمل تحية مني ومن طقس العرب.